الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده في ماما في المطبخ معاكم عزه جلال من الساعه 2 ل 3. وطلبتوا مننا امبارح وقبل امبارح كمان الحلقه اللي قبلها طلبتوا مننا كذا مره المكرونه الوايت صوص، المكرونه البشاميل. انا جايبه لكم بقى ايه يعني المكرونه البشاميل بس بخطوات مختلفه شويه. هنحط بيض، ممكن نشيل الكريمه، ممكن نعملها بدل اللحمه المفرومه نعملها بفراخ، يعني كده هنعمل فيها شويه تريكات حلوين. وكمان هنعمل مع بعض سلطه حلوه جدا هتفتح نفسكم للاكل. بصوا حاجه كده عظمه. تعالوا نبدا نسمي بالله ونقول على طول المكونات وهنبدا في ايه الاول. اول حاجه هنعمل التعصيجه او الخلطه اللي هنحطها في المكرونه البشاميل. معانا نص كيلو من اللحم من الفراخ متقطعه صغير جدا، طبعا فراخ مخليه، ومعانا طماطم متقطعه، ومعانا فلفل، ومعانا بصل، ومعانا التوابل بقى، معانا بهارات فراخ، ومعانا فلفل اسود، ومعانا كمان قرفه وجوزة الطيب، ومعانا كزبره، والملح بتاعنا العادي. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل ميكس دلوقتي. احنا قلنا اول حاجه هنشتغل فيها هنعمل ميكس ما بين الزيت وما بين الزبده اللي احنا بنشتغل فيه. تمام. انتوا عارفين انا متعوده اعمل ايه، احط ده وده. هنجيب معلقه خشب اهو واحط كده ايه قطعتين من الزبده عشان نبدا نشوح حاجتنا. تمام. طيب انا كل ما هنيجي نعمل حاجه هنقولها، يعني نيجي نعمل البشاميل هنقوله مع بعض عشان ما تتوهوش مني وتبقوا عارفين الخطوات. اول حاجه هنسخن الوك بتاعنا كويس جدا، حطينا فيه الزبده وحطينا فيه الزيت. هنبدا اول حاجه ننزلها الفراخ، نديها صدمه حلوه مع شويه فلفل اسود، نشوح حلو قوي، وبعدين نبدا ننزل بقيه الحاجه. معانا وفاء. الو يا وفاء. ايوه معاكي حضرتك. صباح الفل والهنا. صباح الياسمين. ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون كده؟ سامعاني؟ الو. ايوه كده. اهلا بيكي. ألو. اهلا بيكي يا حبيبتي، سامعاكي. انا بحبك جدا 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 حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، وانا بحبك جدا، تسلمي لي يا رب. انا على طول بتفرج على برامجك حبيبتي، ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب. قولي لي الجو عندكم في اسكندريه عامل ايه؟ لا برد بجد بصراحه، فظيع خرافه. لسه ساقعه عندكم؟ احنا عندنا هنا حر نار النهارده. لا والله الجو جميل خالص في الاسكندريه بالنهار، بس بالليل بيبقى ساقعه شويه، صح؟ لا فعلا بيقلب ساقعه. قولي لي عملتي ايه في رمضان في العيد؟ كل الناس بيقولوا لي ان احنا ما خرجناش في العيد، انت نفس الشيء؟ طبعا انتوا عشان عندكم بيبقى زحمه في اسكندريه جدا، فاعتقد برضو ان انتوا ما بتخرجوش. لا فعلا احنا ما خرجناش خالص في العيد بصراحه، ان كله كان زحمه يعني حاجه فظيعه خالص، فما خرجناش كتير. اهل اسكندريه استنى كحك العيد. اهم حاجه كحك العيد. لا اكلنا كعك العيد دي كفايه حبيبتي، ربنا يا رب كده دايما الخير كله عندك يا قلبي. قولي ليكي اي طلبات. كنت عايزه اسال على سؤال، كنت عايزه اسال على طريقه عمل الحواوشي بالعجين. الحواوشي العجين اللي هو الاسكندراني بتاعكم؟ ايوه، بس مش اللي هو في العيش المصري، هو اللي بيبقى طريقه العجين ده انا نفسي اعرفه من حضرتك عشان انا بحبك جدا جدا. طب انت اسكندرانيه يا وفاء، صح؟ قولي لي بقى، يعني انت الاصل الحواوشي بتاعكم ده، صح؟ وده انت المفروض انت اللي تقولي لي. سامعاني وفاء؟ انت الصوت بيجي لك متاخر، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. حاضر. ماشي؟ يعني انت المفروض تغششينا تريكات كده للعجينه بتاعتكم. انا دايما بعملها بتنصف مني، فانا قلت لحضرتك ممكن انت تديني من عيوني كده كويس. من عيوني يا قلبي، انت تأمري. شكرا ليكي يا وفاء، شكرا لاتصالك يا قلبي. يعني اسكندرانيه وبتستعين بينا اهو، بس ده شرف ليا يا قلبي، ربنا يخليكي يا رب. طيب احنا هنعمل طبعا كل اللي بتطلبوه مننا هنحطه في عين الاعتبار طبعا، وهنعمله مع بعض واحده واحده. انا لازم اشوح الفراخ بتاعتي كويس جدا، اغلفها بالزبده، اديها صدمه حلوه، ما تنزلش معايا ميتها، وبعدين ممكن نوطي القربيس سنه ونحط عليها الفلفل الاسود عشان نتفادى اي زفاره. طبعا احنا غسلينها كويس جدا وعصرين عليها ليمون وحاطين شويه ملح وشاطفينها حلو جدا. معانا مين على التليفون؟ يا دعاء اهل اسوان، اهلا بيكي. الو. ايوه اهلا وسهلا. ازيك يا قلبي، ايه الاخبار؟ ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ عامله ايه يا شيخ؟ الحمد لله يا حبيبتي زي الفل، كل سنه وانت طيبه.
وانت طيبه يا رب حبيبتي وبخير يا حبيبتي. معلش ممكن اعرف طريقه البيتزا؟ البيتزا حاضر من عيوني. حاضر حاضر يا قلبي. ليكي اي طلبات تانية؟ الو الخط قطع. شكرا ليكي يا قلبي، مع الف سلامة. الو يا كارما من اسكندريه، النهارده اهل اسكندريه معانا منورنا. الو الو اهلا وسهلا. اهلا، انا ايه طن؟ الحمد لله، اهلا بيكم. ممكن توقفي التلفزيون؟ وانا كمان يا قلبي، ربنا يخليك يا رب. ممكن تبقي تعملي لنا طريقه صوص الرانش؟ صوص الرانش؟ اه حاضر من عيوني. حاضر ماشي. طب قول استنى بس، رايحين في انت اسمك ايه عرفوني انتوا مين؟ اسمك ايه؟ انا اسمي كارما. كارما احمد. اسمك كارما احمد، اهلا بيكي يا قلبي. قولي لي، غاويه تقفي في مطبخ؟ اه يعني بتحبي تدخلي المطبخ مع ماما وتعملي اكلات؟ ايوه ساعات بطبخ على فكره. طب ايه اكتر اكله انت مميزه فيها بقى؟ المكرونه. المكرونه؟ مكرونه وايت صوص؟ مكرونه ايه؟ مكرونه وايت صوص. طب يعني بالمشروم. طب انت ما بيجيلكيش كده وقت تخشي المطبخ زي توته كده وتعملي جريمه لوحدك وماما تكتشف ان انت عملتي حاجه حلوه كده؟ اه ساعات يعني. ساعات وبيبقى ايه بقى النتيجه ايه؟ بتبقى حلوه برضه، بتبقى ساعات يعني ناقصه ملح كده يعني. اه مامي بقى بتظبطها. اه ساعات بتساعدني، اول مره ماما بتساعدني وبعدين انا بعملها. يا حبيبتي ربنا يخليها لك يا رب، شكرا ليكي يا كارما، شكرا لاتصالك يا قلبي. طيب حطينا الفراخ شوحناها، حطينا عليها شويه فلفل اسود زي ما قلنا، وبعدين نزلنا بالبصلايه شوحناها تشويحه بسيطه جدا. هننزل ببقيه الخضار بتاعنا اهو، شويه فلفل. طبعا نقدر نحط اي فلفل احنا عايزينه، يعني دي نسميها نجريسكو، نسميها مكرونه بالفراخ بس، زي ما انت عايزه بتقدري تشيلي وتحطي زي ما انت عايزه، بس دايما النجريسكو عارفين انها مش بتدخل لها بيض، بتدخل لها كريمه وبيخش لها اللبن بتاعنا الطبيعي. فاحنا ده اختياري بقى، النهارده انا عاملاها مختلفه، سميها مكرونه بشاميل زي ما انت عايزه بقى، زي اللي انت حابه تحطيه حطيه، احنا بنعملها بطريقه مختلفه، تقدري بالامكانيات اللي جوه الثلاجه بتاعتك تعملي اللي انت عايزاه. مين؟ لوجين من القاهره، اهلا وسهلا. ازاي؟ الحمد لله، ازيك انت؟ الحمد لله. عايزة طريقة عمل المندي. المندي؟ انت عندك كام سنة يا لوجين؟ ايه عندي 13 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، قد توتة حبيبة قلبي، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. بعرف اعمل اكل. تعملي ايه اكل حلو؟ ايه عملت مرة مكرونة بشاميل. حلو، انت ومامي اكيد صح؟ اه. طب حلو قوي، تعملي ايه تاني حلو؟ مكرونة بالصلصة. تمام. وبيتزا. حلو، انت بتحبي الحاجات اللي فيها مكرونه كتير، بتحبي الباستا يعني. اه. طيب تمام، ومامي بقى بتدوق وحد بقى بيقول لك الاكل ده حلو؟ اه. طب يلا بيصور لنا بقى مقطع كده صغير وابعته لنا. ماشي. ماشي يا قلبي، شكرا لاتصالك، مع الف سلامه. زي ما انتم شايفين كده احنا تبلنا اهو، وحطينا ملحنا وحطينا كل حاجه، هنسيبها تشكشك كده تشرب شويه الميه اللي هي نزلتها الصوص ده، وبعدين يبقى كده هي تمام معانا. انا هزود بس شويه توابل، هزود شويه توابل فراخ، ان انا بحب كده ايه ريحتها تبقى ظاهره اهو. وحطينا القرفه وحطينا كل حاجه، حطينا ايه واحنا شغالين، حطينا الفلفل وحطينا الطماطم وحطينا شويه التوابل، حطينا توابل فراخ وحطينا شويه فلفل اسود تاني صغيرين، وحطينا القرفه وحطينا شويه جوزة الطيب، وحطينا ايه تاني شويه كزبره صغيرين جدا. تمام، والملح بتاعنا ظبطناه بس كده. هنقلب بقى تقليبه كده اهو بالشكل ده، وهي كده جاهزه معانا ان احنا نحطها في الحشوه. هنسيبها بس زي ما قلنا كده تتظبط لحد ما نولع بقى على البشاميل، اللي نعمله بسرعه كده اهو بطريقه سهله جدا. الو يا ندى. الو. منين يا ندى؟ الو. ايوه يا ندى. الو. ايوه سامعاكي يا قلبي، معاكي. انت مش سامعاني؟ اه سامعاكي، انا بحبك جدا يا شيف وبتفرج عليكي على طول. حبيبتي يا ندى تسلمي لي يا قلبي، انت منين؟ إيه؟ تسلمي لي يا حبيبتي. إيه؟ وانا بحبك قوي. انا كنت عايزه طريقه طاجن السمك. عايزه طريقه ايه؟ طاجن السمك. طاجن سمك؟ سمك ايه بالظبط؟ ما في طواجن سمك؟ سمك كتير. عادي يعني، بولتي بوري
ايه؟ بوري. بوري حاضر، من عيوني حاضر. ماشي يا قلبي. انت من مطروح؟ ايه؟ انت من مطروح؟ اه انا من مطروح. يعني اهل السمك برضو. اه. حبيبة قلبي على راسي، منوراني. شكرا ليكي يا قلبي، مع الف سلامة. طيب هننزل بالمكونات بتاعة البشاميل. معنا زبدة وزيت على بعض، خليط زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل اي حاجة بنحط فيها زبدة لازم نحط شوية زيت. ومعانا لتر من اللبن، معانا اربع معالق، من اربع لخمس معالق من الدقيق، ومعانا عدد اتنين بيضة، ومعانا الملح والفلفل الاسود والقرفة وجوزة الطيب. مهم جدا الجوزة الطيب والقرفة، بينقلوا البشاميل لحتة تانية خالص. جربي لو انت ما جربتيش الموضوع ده، بيخلي طعم البشاميل حلو قوي. فاحنا نمشي مع بعض خطوة خطوة كده ونعمل مع بعض. اهو احنا بنسخن، بس احنا ممكن ننقل دي من دي اهو، عشان انا عايزة نار عالية بس ايه تخلينا نخلص على طول. اهو هنسخن الحلة بتاعتنا كويس جدا، ومعانا جبن اهو لو احنا حابين، بس انا يعني افضل لما احط البيض ما احطش جبن، فده اختياري انا. ساعات بحط الاثنين وبتطلع زي الكيك كده، البشاميل كيك لوحده، فبيبقى طعمه حلو جدا. لو عايزه تزودي في عدد البيض ما فيش مشكله، برضو نقدر نزود في عدد البيض عادي جدا. ماشي اهو بنسخن الزبده، والزبده بنحطها على قد، يعني احنا هنحط اربع معالق دقيق، هنحط اربع معالق من الزبده. انت بقى تحطي ثلاثة مثلا زبده وواحده زيت جانب الاربعه الدقيق، نخلطهم مع بعض. واحنا شغالين برضو بنفهم ان احنا محتاجين زبده تاني او لا، او دقيق تاني او لا. تمام. طيب هنشيل الاسباتيلا خلاص ونشتغل بدي. يلا بينا اهو نشتغل بده عشان خاطر نجيب معلقه بقى ونعمل ايه، ناخد كميه الدقيق اللي احنا محتاجينها اهو. معلقه معلقه، لا دي مش معلقه، دي طلعت شوك. يلا بينا. بسم الله. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، ونشوف كده محتاجين تاني او لا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كده، الموضوع سهل جدا، بس لازم الدقيق بتاعنا يتشرب من الزبدة كويس جدا، وياخد كده ايه تحميصة شوية عشان نطلع ريحة الدقيق وما يبقاش ناي معانا في الوصفة. تمام. انا هطفي خلاص كده على الفراخ بتاعتي، لان هي خلاص استوت وكل حاجة بقت تمام، اختلطت ببعضها والحاجة دبلت فيها، ما بقتش زي ما احنا منزلينها كده لسه يعني بتقرمش، لا اخدت تسوية شوية. انا هاخد شوية كده صغيرين من الدقيق تاني وبس كده زي الفل. تمام جدا. ونقلب اهو. بصوا اول ما ايه يدي فقاقيع ده كده، يبقى احنا كده جاهزين ان احنا ننزل اللبن. احنا مش عايزينه يتحمر، يعني مش عايزه لون البشاميل بتاعنا يغمق، لا اهو نحط شويه شويه ونقلب ايدينا كده في المضرب، وايد بتنزل ونقلب كده على السريع على طول عشان ما يكلكعش مننا. طب لا قدر الله كلكع مننا واحنا مش عارفين نعمل ايه، لا بنجيب الخلاط بتاعنا ونضربه فيه، لا بالهاند بلندر واحنا شغالين كده نقوم ضربين ضربه، هتلاقي الدنيا كلها تمام وفك معاكي وبقى زي الفل وكريمي وحلو جدا. يعني ما تقلقيش مش هيبوظ منك ولا اي حاجه. تمام اهو. بصوا اول ما نلاقيه فك معانا كده نستنى لما يبدا يربط تاني، ما ربطش وبقى قوامه سايب شويه مفيش مشكله، هنسيبه على النار كده 3 4 دقايق هيمسك معانا، يبقى احنا كده مش محتاجين ان احنا نزود ايه لبن تاني او اي سوائل تانية، بس كده اهو. بصوا بدا يربط تاني اهو، هزوده شويه لبن تاني. انا ما بحبش البشاميل تقيل، بحب قوام كريمي كده وخفيف عشان لما نيجي ناكله يبقى حلو اهو. ندي شويه كمان اهو ونقلب. بس انا بالنسبه لي حلو جدا كده اول غلوه، وهطفي عليه كده تمام جدا. طيب هنعمل ايه بقى هنا؟ هنجيب الملح ونظبط الملح بتاعنا بس كده. هنجيب القرفه، فين القرفه؟ وجوزة الطيب بس كده، رشه من القرفه مش كتير برضو ما تزودوش قوي اهو، وشويه جوزة الطيب صغيرين ونقلب.
تقليبه حلوه كده بس كده جاهز معانا ان احنا نشتغل بيه. هننزله من على النار نسيبه يهدى شويه، لما بيهدى بيتقل سنه، فنقوم عاملين ايه لو احنا معانا لبن او شوربه او ميه عادي جدا نقدر نزود شويه صغيرين جدا عشان خاطر نفكه ما يبقاش قوامه تقيل. انا هرفعه من على النار اهو ماشي. احنا خلصنا خلاص البشاميل وخلصنا التعصيجه بتاعتنا او الفراخ بتاعتنا اللي احنا نحطها حشوه. هنطلع فاصل صغير خالص ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض. فاصل وراجعين. ورجعنا من الفاصل ونفسي كنتوا تبقوا معايا وتشموا الريحه الحلوه بتاعت الفراخ، ريحه خطيره جدا وريحه البشاميل حلوه قوي بالزبده. عايزه اقول لكم لسه بقى بقيه الايه الحاجات اللي هنحطها، ريحه القرفه مع جوزه الطيب في البشاميل حلوه جدا، جربوا الخطوه دي هتعجبكم قوي. طيب هنعمل ايه كده واحنا شغالين؟ لسه البشاميل احنا لسه فيه شغل معانا فيه، هنعمل ايه؟ انا كان نفسي يبقى في عدد بيض اكتر من كده بس يعني تمام، يعني ينفع نحط 4-5 بيضات في الوصفه دي هتبقى حلوه جدا. طيب ننزل بقى واحنا بنقلب، الاول اهو دينا بتقلب وبيضه بيضه ونقلب بسرعه جدا اهو. ليه؟ عشان البيض بتاعنا ما يستويش اهو كده. يلا بسرعه بسرعه، ايدك اسرع جوه الحله اهو، مفيش حاجه استوت وكله زي الفل تمام تمام كده. بس زي ما قلنا عايزين نزود بيض عن كده هنزود، بس كده قوام حلو جدا وكريمي وزي الفل تمام. تعالوا بقى نعمل ايه، نجيب الصينيه بتاعتنا نركن الحاجات دي كده على جنب ونعمل ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نوسع لنفسينا كده، ربنا ايه مدينا وسع فنوسع على نفسينا. طيب هنجيب كده كميه المكرونه بتاعتنا، هناخد نصها اهو، طبعا بنساوي المكرونه 3/4 سوا، يعني بنسيب الربع الاخير للتسويه بتاعه الفرن تمام. هنجيب سباتيله ثانيه حلوه كده شيك، نجيب مساكه، حاضر 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 يا استاذه ياسمين، تسلمي لي والله انت تؤمري واحنا ننفذ على طول اهو ماشي على الهوا. يلا بينا هنجيب كده ونقوم عاملين ايه بقى، واخدين شويه كده حلوين اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. للناس اللي طالبين المكرونه بشاميل باي طريقه تقدري تعمليها. طب ست الكل اللي سالتني امبارح انا مش عايزه اعمل ولا ببصل ولا بخضار ولا بفلفل رومي ولا باي حاجه، هعمل نفس اللي انا عملته ده، شويه زبده مع شويه زيت واقوم حاطه عليهم الفراخ بتاعتي اشوحها واقوم نازله بفصين ثوم وشويه التوابل بتوعي وشكرا على كده، هتبقى زي الفل مفيش اي مشكله، هتديكي نتيجه حلوه جدا وطعم حلو جدا كمان اهو. ناخد شويه كمان عشان ايه نظبطها كده ويبقى طعمها حلو تمام اهو. نفرد المكرونه بتاعتنا نسويها كده في الارضيه، نجيب بقى شويه الكلام الحلو العظمه اللي احنا عاملينه ده، عايز اقول لكم الحاجات بتبقى تقيله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله، نرجع دي ورا عشان ما تسحمناش، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يلا بينا، بصوا الالوان والريحه، بصوا حاجه عظمه، بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. طيب انقل الصينيه ولا ماشي عشان ببص الاول، ايوه ايوه ببص على اشيائي، انا مش هنحط ده هتلخبطينا ليه؟ ليه تقولي حطي البشاميل؟ ليه؟ لا تودينا كده في حته وحشه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. انا بقى بعمل ايه؟ ما بحبش احط البشاميل وبعدين احط الجبنه، ده بيخليني ده الجبنه بتاعتي ما تمطش حلو لا اما تتحروق مني على الوش، فعشان اخد المطه التمام والطعم الحلو فبقوم عامله ايه؟ جايبه الجبنه بتاعتي كده فرشاها طبقه تحت البشاميل اهو بالشكل ده، بصوا
طبعا الكميه اللي انتوا عايزينها، اي نوع جبن انتوا عايزينه، ميكس جبن رومي بس، موزاريلا بس، زي ما انتوا عايزين اهو. بسم الله ما شاء الله، صينيه محترمه اهو. بس كده 3 ثواني وهتكون جاهزه معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا نغرق بقى، عايزين ايه طبقه حلوه كده من البشاميل. وقف. الو يا استاذ حسين. ايوه السلام عليكم، ازي حضرتك يا سيدي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ تسلم ايدك والله يا سيدي، عز على حلقاتك وحضرتك الجميله دي، وكل سنه وحضرتك طيبه كده ودايما كده منورانا ونجاح نجاح ان شاء الله. تسلم لي، ربنا يخليك، تسلم منورنا. عايزين الله يخليك يا ست الكل، عايزين المخ البناتي. الايه؟ المخ البناتي. ايه ده بقى؟ اشرح لي كده معلش، انت من اسوان صح؟ اه. المخ البنيه، انا انت عارف انا سمعتها البنية. ايه؟ المخ البناتي. لا. وهو المخرجه سمعتها نفس الشيء، عشان بس انا قلت انا عندي مشكله، كلنا سمعناها كده. حاضر. لا لا، المخ البناتي. حاضر من عيوني، حاضر. اي طلبات تانية؟ تسلم لي، شكرا لاتصالك. والخط قطع صح؟ شكرا ليك. بصوا بقى بنظبط كده وننظف ايه حوالينا. تمام. انا بقى عايزه ايه، رشه قرفه حلوه كده، دي لازم تتعمل كده فاشن، ايه نحطها كده بالطبق، لازم تترش الرشه الحلوه دي. ماشي. رشه كمان اهو من جوز الطيب، وهناخد الصينيه العظمه دي ونخش بيها الفرن. خلصت خلاص، تعالوا بقى نخش على الوصفه الثانيه عشان نلحق نعملها مع بعض وتعرفوها، لانها بصوا هتعشقوا الوصفه دي انا متاكده. هي سلطه من البتنجان والفلفل والطماطم اللي مشويين، تقدري تشويهم في اي حته. انا هاخد الصينيه دي ادخلها الفرن اهو ونكمل الوصفه اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل كده بس كده، تمام جدا. تعالوا يلا بينا بقى نخش على الوصفه اللي بعدها، ايه نقولها مع بعض. معانا فلفل رومي زي ما قلنا مشوي، ومعانا كمان فلفل الوان مشوي، ومعانا طماطم مشويه، معانا طحينه، ومعانا بصل اخضر متقطع صغير، معانا رمان، ومعانا بقدونس، ومعانا ملح وكمون وليمون. بس تمام كده الوصفه دي كمان. ومعانا اللهم صل على النبي، جبته لي يا ام عمر ولا لا؟ ايوه دبس الرمان، ايوه هو ده اللي انا عايزه اقوله لك. بس كده تمام. هنعمل ايه؟ نلبس جلافز بسرعه، احنا قلنا المكونات مع بعض. عايزه اقول لكم الوصفه دي طعمها حلو جدا، وبالذات ان الحاجه كلها مشويه فبتبقى حلوه جدا. تعالوا كده، ما انا اخدت بالي، ما بصيت لقيته غامق ففهمت ان ده دبس الرمان. انا قعدت ادور قبل ما اقول الاسم فما كنتش لاقياه. بس تمام يلا بينا. ده اقل من دقيقتين، يا سلام. معانا البوله اهو، هنعمل ايه بقى سريعا؟ نقطع كل الكلام ده اهو. طبعا انا سايباه يبرد تماما، انا شاوياه وسايباه يبرد تماما. ماشي الكلام اهو. تقطعيه بقى اي تقطيع انت عايزاه. انا بجري طبعا عشان انتوا يعني مش سامعين، انتوا سامعين اللي انا بقوله. ان احنا الوقت بتاعنا ايه، مفيش وقت ياما يعني. تمام، هنشيل الكلام ده كده، نقطعه اي تقطيعه، اي تقطيعه عشوائيه كده اهو. المهم ان احنا نحطه في الشوكه يطلع معانا يتكل اهو. نلم كده وندخل على البول على طول اهو. تمام. نجيب البتنجان نفس الشيء، نقسمه من النص كده اهو ونقطع كده على طول بالظبط كده. اي تقطيعه تيجي معاكي، بالذات في الوقت الضيق اللي احنا فيه ده اهو. انت في البيت بقى فنني وقطعي زي ما انت عايزه اهو. وناخد كده ونحط هنا. بسم الله ما شاء الله، الريحه حلوه جدا، ريحه الحاجات المشويه معروفه اهو. نعمل كده على طول، هنحط بقى الطحينه الحاجات دي كلها على بعض كده ونخلط. عايزه اقول لكم الطعم بيبقى حلو جدا، الميكس ما بين الطحينه ودبس الرمان والليمون والكمون والحاجات المشويه دي بتبقى عظمه. انا كفايه عليا كده، مش هحط الايه البتنجانه الثانيه دي اهو. يلا بينا، طماطميه كمان بس كده على السريع.
اهو. بس ناخد الكلام ده نرجعه ورا، نقلع الجلفزات، نجيب معالق خشب اهو، اي معالق خشب نشتغل بيهم اهو. هنجيب الخضره، هنجيب كمان البصل الاخضر شويه حلوين كده تمام. هجيب الطحينه حبه صغيرين وهنسيب الباقي على الوش. هنجيب شويه ليمون وشويه كمون اهو، شويه ملح صغيرين، رشه صغيره عشان احنا معانا دبس رمان، وشويه دبس رمان حلوين. يلا بس كده، عشان هنحطه برده على الوش كده ايه يعني ندي شكل بيه وطعمه برده اهو. انا هعمل كده، هقلب الكلام ده كله على بعضه، هاخد شويه كمان من الرمان، وكلام الباقي اللي انا قلت هنحطه تاني ده اللي هندي بيه شكل للطبق. هنخلط الكلام ده كله نحطه في الطبق ونقدم بشكل حلو. فاصل صغير خالص ونرجع تاني. ورجعنا من فاصل، خلصنا الحمد لله السلطه، عملنا المكرونه بشاميل، وطبعا بقى دخلنا في يعني دخلنا في التقيل بقى. احنا قعدنا نقول احنا بنعمل وجبات خفيفه، بنعمل وجبات بسيطه، دخلنا في التقيل. فطالما دخلنا في التقيل يبقى لازم دكتوره صوفي تبقى معانا النهارده تقول لنا الحل بقى، لان احنا مش عارفين نوقف يا دكتور. وحشتيني يا شيف، عامله ايه؟ عامله ايه؟ منوره الدنيا. والوجبات دي مش هتكفي القناه، فاحنا لازم لا ما انت قلت لي وامنت وقلت لي في صينيه في الفرن، ما تلاقيش يا دوبك دول بتوعي. اه يا دوبك يا حبيبتي بالهنا يا رب. ربنا يخليكي. النهارده انا جايه اتكلم معاكي في ازاي اصلح اللي حصل كله. الكحك لحد دلوقتي لسه في البيوت، واللي جاب عمال يشتري تاني. والفسيخ والرنجه والاكلات اللي انت بتعمليها، في ناس بتقعد تتفرج عليكي وبتعمل اللي انت بتعمليه بالظبط. لا وفي ناس هي اللي طالبه ده يعني مش استكفينك برمضان، لا طالعين طالبين عايزين مكرونه بشاميل ومكرونه وايت صوص وحاجات كده. طيب احنا النهارده بقى عايزين ننزل اوزان كبيره في اوقات صغيره، دي معادله صعبه مع وجود الاكل، مع وجود القديم اللي اتراكم زمان. تمام. النهارده ازاي انا بصحتي واكل اتعودت عليه اللي انا من الاول كده مش هبطل الاكل ده. يعني انا حطيت كلمه اساسيه، مفيش حاجه اسمها اكل دايت، انا عايزه في المدرسه بتاعتي اكل ربنا كله يبقى موجود، بس في نفس الوقت ان انا اضمن ان الحرق يبقى عالي والشهيه واحل مشاكل الجسم. النهارده الكورس بتاعي بيحل لك كل مشاكل التخسيس العالميه كلها، يعتبر اقوى كورس نزلنا بيه على الشرق الاوسط. طب يا دكتور انا اسفه اني بقطعك، بس في ضغط تليفونات من اول ما بدانا الفقره بتاعت حضرتك، في اقبال غريب، فمعانا تليفون ونقول الو يا اميمه. الو. الو صباح الفل. صباح النور، ازيك؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ منوره الدنيا كلها. تسلمي لي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير. الدكتور معاكي، وقولي لنا بقى عملتي ايه في العيد وعايزه تحلي ايه ولا حليتي؟ اشرحي لنا بقى. لا الدنيا معايا احسن حاجه طبعا. الحمد لله. بشكرك طبعا يا دكتور صفا والله على الكرسي الهايل ده. حبيبه قلبي. طب كنت كام وبقيتي كام وخدتي الكرسي؟ انا كنت 94 ودلوقتي 70، خسيت 24 كيلو من قبل رمضان بشهر وانا بادئه. طيب حلوه قوي، في تفاؤل. جميل. الحمد جميل لله. ان في ناس سمعت الكلام واتصلت وخدت الكورسات الجباره اللي نزلنا بيها في رمضان والنزول الجميل ده. 25 كيلو او 24 كيلو ده نجاح باهر ما شاء الله عليكي يعني. ربنا يخليكي وميرسي ليكي وشكرا. شفتي الكريم؟ جربت الكريم؟ انت كانت الهدايا بتاعت الكورس بتاعتك ايه؟ انا الهدايا بتاعتي كانت بيوتين فيتامين الشعر، كان هايل. جميل. وكنت كمان واخده سكر دايت، وكنت واخده كمان كريم شد الترهلات. النهارده نازل معانا للمره الثانيه البيوتين، وهي يعني حاله حقيقيه اتصلت وقالت البيوتين قوي ازاي لبناء البصيله وتطويل الشعر ونشيل مشاكل الشعر. نازل معايا المره الثانيه، ده سعره بره يتجاوز ال1000 جنيه، جاي لك هديه مجانيه. ونازل كمان معانا الكريم النحات مره ثانيه، ده غير بقى الكبسوله الاعجوبه. النهارده نازلين باقوى كبسوله، اقوى منتج نزلنا بيه على مدار شهرين او على مدار الفتره بتاعت الصيف اللي داخلين فيها دي، ينزل 15 ل 17 كيلو في الشهر. حلو قوي. باريحيه بدون اعراض. بشكرك جدا بجد، كان تجربه ناجحه جدا، وربنا يكرمكم على قد ما انتم فرحتوني بشكل جديد ده. طب يا امنيه عندي سؤال. اتفضلي. انت قابلتي اي حاجه اميمه؟ انا اسفه معلش. قابلتي اي حاجه ضايقتك وانت بتاخدي العلاج؟ اي حاجه اثار جانبيه عشان بس الناس تبقى فاهمه معايا؟ لا خالص، لا خالص. انا بجد بجد اول مره اصلا اخد كورس دوت ومن غير اي سايد افكت، ومن غير كمان اي مضاعفات، لا شعري بيوقع ولا جسمي مثلا دوخه. لا بجد بجد ربنا يبارك لكم.
الحمد لله تمام. كنا حابين بس نطمن. شكرا لاتصالك يا قلبي. شكرا لك وربنا معاكي. خلينا نقول ان انا بالذات مش هطلع اسوق لمنتج فيه 1% اكيد. احنا بس بنوري الناس أمانة المنتج ومصداقيته من العملاء. في ناس اهي مجربه والدنيا تمام وكل حاجه كويسه، ما فيش اي اثار جانبيه، ما فيش حاجه بتضايقهم والدنيا ماشيه تمام جدا بالظبط كده. وضمان 17 كيلو في الشهر. حلو. ازاي بقى ابتديها؟ ازاي انت تتصل بالنمر اللي موجوده، هيتابعك الفريق الطبي، هيبقى موجود معايا 5 منتجات، هيبقى معانا دلوقتي على الشاشه دكتور النمر بتاعتنا، النمر والصفحه باذن الله بالظبط كده. 5 منتجات كبسولات واعشاب ونقط والكريم والبيوتين اللي جاي لك اللي سعره يتجاوز بره، لانه المنتج 10,000 تركيزه يتجاوز ال 1,000 جنيه، جاي لك هديه. طب هو ايه فايده الهديه دي؟ انت حاطه لي الهديه دي ليه؟ الهديه دي اصلا يعني فرع تاني من تجميل اللي هو اطلع الشعر، اشيل الثعلبه اللي هو يعني الشعر لما بيجي له تراكوبليشيا اللي هي الشعر يتزلق لورا من نحل الشعر بالبلدي يعني. التساقط، التقصيف، عدم لمعه الشعرايه، انت عايزه تطوليه وعجز بعد التقصيف وبعد القص. احنا بنتكلم النهارده على الوحده البنائيه بتاعه تطويل الشعر، البيوتين، ويكون المصدر بتاعه وتركيزه عالي جدا 10,000، ويكون كمان موجود في خلال نظام غذائي طبيعي. فاحنا سايبين لك الموضوع ده بقى، هتاكلي اكل البيت عادي جدا، والكبسوله بتاعت الدايت اللي بتنزل 17 كيلو، الكبسوله دي قلنا هتعمل حاجتين، هتكمم الشهيه 100%. انا بدور على المكرونه من اول ما جيت. انت بتدوري على الصينيه دي يا دكتور وانا جبتها لك. بص هحطها لك قدامك، لان ريحه القرفه مع جوزه الطيب مع الخلطه اللي احنا عاملينها. ايوه بصي في حته ثانيه بقى. انا من اول لازم نقرب كده للدكتور. اقول بس انا ما اديتش وشي جامد عشان خاطر ما تبانش في الكاميرا ايه انها غامقه، بس هي ايه ممكن تسويها سنه كمان، بس عشان احنا عندنا الاضاءه فبنحب. حلو قوي قوي. النهارده الاكلات الجميله دي مش هتقف بين عائق نزول الوزن وتحسين الدوره الدمويه ونحت الدهون. هنعمل 10 حاجات في الكبسوله، هننزل الوزن، هنمنع رجوع الوزن النازل. اهم حاجه بتتميز بيها ان انت لما تنزلي 10 كيلو مش هترجعي نصهم وقت وتوقفي. التثبيت او الحفاظ على الوزن اللي بينزل ده قاعده اساسيه. تلاقيها مثلا عملت جلسه كرايو او كافيتيشن ونحتت بطنها وعملت شكل جميل في الجلسه، اول ما تروح البيت تاكل لقمه ترجع تاني وبتدفع مبالغ مهوله الموضوع. او تعمل تكميم بعد 10% من وزن التكميم بيرجع تاني بعد مرور سنه او سنتين. ولو ما التزمتش في الاول بالحاجات اللي الدكتور قالها بالظبط كده فبنلاقي نفسنا رجعنا زي ما كنا تاني. فتره وجيزه تلاقي 10% من الوزن اللي نازل رجع، لو نزل 40 ترجعي 10% منهم وهكذا. احنا بنتكلم على الكورس الوحيد اللي احنا لو نزلنا 7-8 كيلو اوزان صغيره او 15 كيلو او 30-40 كيلو مفيش رجوع تاني. المعده بتقل خالص حجمها، بتصغر. وغير كده مشاكل الحرق بقى، لو كانت الغد، تكيسات المبايض، او لو كان في مشكله زي السكر النوع التاني، المشاكل اللي عامله كل سبب السمنه بتتحل. ما هو انت لو شلت المعده او كممتها وضايقتها وعندك مشكله في الحرق برضو بعد فتره هتلاقي نفسك بتزيد. انما لو حليت المشكله الرئيسيه انت اوريدي بتفضلي تصرفي الاكل دوت او ما يتخزنش في صوره الدهون. النهارده برضو الناس اللي عندها مشاكل السكر النوع التاني اللي هم شايلين شنطه ادويه دايما طول الوقت اتكلم عليهم بطريقه خصيصا ليهم. بتكلم تاني الحاح عليهم يتصلوا حالا، لان الكبسوله عددها قليل، في خلال ساعتين مش هتلاقي النوع ده. النوع اللي انا بتكلم عليه فيه باذن الله شفاء للنوع التاني من السكر ان شاء الله. يعني السكر بيخف. ايوه السكر النوع التاني بيخف. او بتقل الدواء تدريجيا، او اللايف ستايل ونزلتي الوزن بتاعك الصعب اللي كان متخزن في جسمك، ايوه فعلا بترجعي تاني زي طبيعتك الاولى. وبالذات بقى الناس لسه بدايه ايه السكر، يعني تقول لك انا عملت تراكمي لقيته 7، لقيته 6.5، اللي هو ابتدي تدخل البدايه لسه البداية. على الباب لسه بيبقى بالسهوله جدا، ما بتختلفش معايا اكتر من كورس واحد وبتبتدي الموضوع ده ينتهي. مرض السكر مش مرض، المرض ده لايف ستايل وعدم تخزين دهون في الجسم، والسكر ازاي ما يتخزنش في الجسم يكون ليه صرفه. فاحنا النهارده معانا الكورس بتاعنا بيوفر الميزه دي. حلو قوي يا دكتور، تعالي نشوف مع بعض كده حالات قبل وبعد ونعلق عليها. البطن والكرش والفاتي ليفر او الكبد الدهني والدهون الثلاثيه المتراكمه في الاحشاء. على فكره عايزه اقول لك حاجه، اكتر دهون موجوده تتخزن فيها السموم، سموم الجسم اللي بتعجز البني ادمين، اللي بتجيب امراض الكلى، امراض القولون، الجرثومه، تبقى موجوده في البطن. تاني اخطر دهون او اسمها الدينجر زون، اخطر دهون موجوده في جسمك كله هو البطن، جنب الفايتال اورجن، جنب الاعضاء الحيويه.
الاعضاء الاساسيه جنب القلب جنب الرئه جنب الكبد جنب الكلى بتبقى قاعد فيها الدهون بلس سموم شديده. لازم تحس ان هو قلب بقى عامل زي البالونه كده قلب. ايوه احنا لازم نتخلص منه فورا. وهو هنا الكبسوله بتاعت النهارده بتتميز برضو بان هي بتستقصد دهون البطن. يعني هل ممكن لو انا جسمي مستقيم ومتزن وفي مشكله بس في البطن كرش كبير قوي هل ممكن يروح لوحده من غير ما ياثر على شكل الجسم؟ ايوه انا بقول لك ان في بايو كيمستري، في كيمياء حيويه في الكبسولات بتتعامل مع انواع الدهون المختلفه وبالذات الدهون اللي بتحمل سموم اللي موجوده جوه المصارين اللي موجوده جوه الكرش اللي بقى لها سنين موجود اللي منتجه من الضغط النفسي الاسترس. واحد بيشتغل كتير وما بيروحش رياضه واكلته واحده بس معانا حلقه ثانيه يا دكتور. هتلاقي ان الكرش فيه مشكله. دي بقى السمنه المفرطه، دي سمنه سهله، دي بالنسبه لي احب على قلبي من الكرش. لان هي الجسم كله بيتملي، الجسم كله بيفضى، بينزل دي بتنزل مع بعض. بتنزل في الاسبوع بقول لهم بشرة اهو 7 كيلو على الكرسي بتاعي في الاسبوع. اول اسبوع من 5 ل 7 كيلو مش مطلوب منك بدون اكل، بدون ما تروح للدكتور، بدون ما اقول لك اعملي رياضه، محدش يقول لها قومي اتحركي، ما هي رجليها وجعها اصلا، ما هي سبب السمنه دي ان هي قاعده، محدش يقول لها لا كلي رغيف رغيفين ثلاثه ما تعديش اكلك، تاني هي راحت وجت حد تاني. راحت ايوه دي الصوره ليه وهي كانت في العمره وبعد ما كانت مش عارفه تتحرك بتتكلم ان هي زعلانه ان الناس كلها بتصلي وهي قاعده بتسجد وهي ما كانتش يعني عندها الفرصه دي. فكانت بتقول لي شايفه انا رحت عملت 1 2 3 وحزينه اني ما عرفتش اعمل زي ما انا حابه. ان شاء الله ربنا ينولها زياره بيت النبي تاني مره تانيه بجسمها بقى اللي انت شفتيه نازل نص وزنها من 130 كيلو ل 85 كيلو بسهوله بقى بتصلي اللي بتسجد مفيش بتشيل مسؤوليه نفسها في سن معين. يا شيف عزه بنبقى شايفين اولادنا هم اللي هيخدمونا وكذا، الا لو انت بقى تعبانه ومش قادره تتحركي بتبقي لود جامد قوي قوي على البيت. صح. فيعني دي اللي انا الشكاوي الرهيبه، الست الكبيره القاعده اللي مش عارفه تخدم نفسها، العيله اللي المعيل بتاعها مش عارف يشتغل كويس بسمنته كبير 200 كيلو. يا دكتور نقطه مهمه جدا ان موضوع الكرش او البطن اللي فيها دهون دي اخطر دهون او اخطر سموم احنا ممكن نقابلها. ايوه صح. يعني ما نستهونش ان احنا جسمنا عادي بس عندي كرش فدايما يقولك ايه الرجاله اصل ده عز اصل انا ده العز اللي انا عايش فيه فباين عليا. لا ده مش باين عليك خالص، ده تعب، ده مرض بعد الشر. أيوة. واحنا محتاجين نهتم بالموضوع ده لان ده خطر. ايوه انا يعني الدكتوره كده قالت لنا ووضحت لنا اكتر ان ده خطر، اخطر بنسميها الدينجر زون. ليه يا جماعه؟ يعني منطقه الخطر اللي بيتواجد فيها الفايتال اورجن الاعضاء الحيويه. يعني هي مش الرجل، لا دي جنب القلب جنب الرئه جنب المعده جنب الكلى جنب الكبد، كل الحاجات عايش وسطها دهون ومفيش ولا عضو من الاعضاء دي بيشتغل بكفاءته الطبيعيه بسبب الحشو. طب ولو في سموم في العضو ده يتخلص منها ازاي ويركنها فين؟ يخزنها في المخدات اللي جنبه في الدهون اللي جنبه. تصبح دهون عنيده قويه كبيره رجت محتاجه نوع معين من الكبسولات. والنهارده باذن الله بتكلم زي ما الصوره الاولانيه كانت موجوده نزلنا دهون الجرش 100% نجاح ان شاء الله. ما شاء الله. معانا تليفون تاني ونقول الو يا ندى. الو اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي اتفضلي. ممكن اكلم دكتور؟ معاكي يا قلبي اتفضلي. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ اهلا بيكي، ازي حضرتك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بصي حضرتك انا ما كملتش الشهر الحمد لله، كنت واخده الكورس انا كنت 100 كيلو تمام ونزلت حوالي يعني تقريبا ممكن 13 كيلو. 14 كيلو؟ 14 كيلو جميل قوي قوي. تمام بس انا لسه مكمله في الكورس الحمد لله، بس انا في عندي مشكله ان انا الدهون عندي في المنطقه السفليه اكتر من فوق. اللي السفليه اكتر من فوق. طيب ده احنا محتاجين الكريم بقى، الكريم نحط النهارده الكريم بتاع تفتيت الدهون. اكيد في سلوليت واكيد في جلد وزه. هل انا لو كملت الكورس هل هنزل اكتر يعني جسمي كله ولا هنزل من المنطقه دي بس؟ بصي الفريق الطبي لازم يكون معروف يديتيله المعلومه دي، يعني لازم تكوني قلتي له انا عندي اللور المنطقه السفليه تراكم فيها الدهون اكبر من جسمي كله ففي كبسوله معينه المفروض ان هي بتنزل لك. انت كلميني تاني وانا هراجع معاك الكبسوله بتاعتك اشوف فيها ايه بالظبط. ان شاء الله باذن الله لو مش هي الكبسوله بعينها بتاعت النهارده ان شاء الله هغيرها لك واعمل لك كبسوله قويه. اتفقنا؟ شكرا ليك يا حبيبتي. النهارده بنتكلم على الفات ديستريبيوشن او توزيع زي ما هي برضو المتصله قالت توزيع الدهون. في ناس كرش بس، في ناس الجزء السفلي بس، في ناس الدراعات،
صح؟ بتبقى دهون عنيده في منطقه معينه. لسه بقول ان الكبسوله بتاعتي واخده يعني الايزو واخده شهادات عاليه جدا. حلو. في النهايه الدهون العنيده الوحيده اللي كل جسم بيستسلم اللي هي البايو كيمستري بتاعها احنا تغلبنا عليه في الكبسوله الذكيه، يبقى الدهون القديمه الوحشه هتروح. الشهيه المفرطه الناس اللي بتاكل 24 ساعه. يعني يا دكتور عشان نوضح للناس اللي انا فهمته، ان الكبسوله دي بتشتغل على الدهون القديمه المتراكمه. ايوه، جانب العنيدة. ان احنا ما يبقاش عندنا شهيه ان احنا ندخل تاني دهون جديده. بالظبط كده، صح كده؟ بالظبط. وبوعد كل الناس اللي الكيلو اللي نزل ما فيش منه رجوع. حلو. نتكلم تاني على اني همدياك هديه بايوتين وده لمده ساعتين فقط. إيه، انا بتكلم تاني الاسعار في ارتفاع، وان المواد اللي احنا بنحاول نغذي بيها الكورسات النهارده علشان نبقى متكاملين. اول حاجه البنت لما تكون عروسه، لما تكون متزوجه وخلفت وحصل فيه مثلا نقص في الفيتامين، شعرها بتاثر. شعرها يقع وتبص تلاقي بطنها وكرشها وجسمها تخن والدنيا بقت بايظه. صح. او راجل عنده مثلا صلع وراثي في البيت وبتقرر يعمل دايت، تلاقي ان الحاله زادت جدا. حاله ان هو شعره تساقط. فالكورس النهارده مكتمل، مكتمل بان هيهتم بيك من ناحيه الاكل والجسم وتنزيل الوزن، بلس ان هو هيطلع الشعر اللي واقع. انا شايفه ان قصه الشعر دي انت هتخلي ثلاث ارباع مصر تتصل النهارده. دي حقيقه. مصر كلها، لان انا اول ما بنزل البيوتين بلاقي كل البنات بتتصل من نتائجه، مش من اني برشحه فقط. عشان هما بيبقوا ماشيين يا دكتور على طرق تخسيس غلط. ايوه، قبل ما يجولك. بالظبط. فبتبقى الدنيا بايظه معاهم، رموش واقعه، حواجب واقعه، شعر واقع، اظافر متكسره، كل حاجه بايظه، جانب ان هم حجمهم زي ما هم. بالظبط. فبيبقوا محتاجين بقى حاجه ترجع الحاجات اللي باظت منهم دي. أيوة. جانب ان هم ينزلوا الوزن. اول ما بياخدوا يا شيف عزه البيوتين الرموش بتقوى. بص تلاقي شعرها من هنا البيبي هير متصور لي، تبعت لي صوره قبل تقول لي نفسي دي تتغير يا دكتور، طب دي ممكن تلاقيها مصوره لي، طب يا ترى هيفضل كده ولا لما بطله هيقع؟ لا، ده تغذيه ثابته، بنطول الشعر بطريقه طبيعيه. البيوتين جاي هديه مجانيه مع الكريم بتاع نحت الجسم والقوام. وزي ما هي كلمتني المتصله قلت لها انت ما دام عندك جزء فيه دهون اعلى من دهون نهتم بيه وندهن الكريمات عليه. صح. كريم دلع، كريم ما اقولكيش معجزه، كريم ماجيك، كريم سحر، مهما اقول فيه انه خطير خطير، بديل ذهاب العيادات. ما تقعديش تحط استريتشات وتقولي انا هسخن الجسم، هو فيه كل حاجه. هو بيعمل هيتنج، هو فيه مواد الكارنتين، فيه كافيين، بيشتغل لوحده، بيشتغل لوحده. مش محتاج ان انت عايزه تجودي وتدهني استريتش وكده ماشي، بس لما يكون درجه الحراره ساقعه مثلا عشان ما يحصلش اي حساسيه او التهابات، انما هو لوحده فوق الرائع. ندهنه كل يوم على المنطقه اللي احنا عايزين ندوب في الدهون فيها، وشوفي بالمازوره، شوفي مقاس البنطلون، اصل ده هيبان كده مش هيبان كيلوات. وده يساعد معايا الكبسوله الذكيه اللي فيها 10 مميزات، اهمهم تثبيت الوزن. يعني ايه تثبيت الوزن؟ يعني انا مش هنزل وزني واطلع تاني. هنقفل موضوع اليويو دايت ده، وهننزل ومعدتي بعد ما انا اكل وتعودت اكل كل حاجه، معدتي حبه صغيرين، الحرق بقى من جوه شغال. يعني حتى لو مش زي التكميم، التكميم انت حتى لو خدتي شوكولاتات شوكولاتات ممكن تزيدي تاني، ما المشكله الاساسيه ما اتحلتش. لا، احنا بنحل الاثنين، الحرق وشهيه الاكل المفرطه والفيتامينات وسكر الدم. وبوعد برضو الناس اللي عندها خشونه في المفاصل، النهارده الالتهابات هتقل 80%. طب يا دكتور عايزين نفكر الناس برضو بالصفحه تاني وارقام التواصل لو حابين نطلب، عشان فاضل ساعتين فقط لا غير. وهنختم بقى عشان الحلقه بتاعتنا خلصت، بس الوقت معاكي بيجري بسرعه يا دكتور والله. يعني ما بشبعش من الكلام معاكي ومن الحاجات اللي انت بتقولنا المفيده. انا عن نفسي النهارده استفدت بكذا معلومه. الوقت بيجري بسرعه، الصيف جاي، انا بقعد كل حلقه اقول لكم الصيف جاي، محتاجين نبدا بسرعه. بكده خلصت حلقتنا يا دكتور، بشكرك جدا 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 على النصائح الحلوه دي، ونروح للمكرونه اللي قبل ما تبرد. ايوه، يعني ناكل وناخد الكبسوله ان شاء الله. بشكر الدكتوره صفا جدا عشان خاطر نورتني وشرفتني النهارده وجاب لنا العروض الحلوه دي. وكمان خلصت حلقتنا، عملنا المكرونه بشاميل بطرق مختلفه، وقلنا نحط فيها اللي احنا عايزينه زي ما اتفقنا، زي ما انتم طلبتوا مني، وعملنا سلطه حلوه جدا جربوها. وكده خلصت حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.